شفت موضوع الازازه اللي الحضري قال عليها استاذ عمرو امبارح يا فندم؟ الحضري امبارح طلع امبارح على التلفزيون وقال ان السر في الازازه اللي كان شايلها ابو جبل، ازازه فاضيه كده مكتوب عليها ورقه. شفتش اللقطه دي؟ الحقيقه يا فندم كان انفراد لحضرتك الصوره. كان انفراد، الازازه كانت انفراد. الازازه والورقه، المهم الورقه فيها ايه يا كابتن سيف؟ الورقه مكتوب عليها الحراس اللعيبه اللي داخله تشوط بتشوط في انهي زاويه؟ يا رب بس تكون كده، مش اكتر من كده يعني. هو احنا لو قلنا لك غير كده هتقول لي كده؟ لو قلت لك كده هتقول لي كده. انا عارف الورقه كان فيها يا استاذ علاء. كان فيها اسماء وكل لاعب بيسدد في زاويه، وده امر طبيعي جدا ومعروف، وفي حراس مرمى، دي امر عالمي يعني، حكايه ان كل ان حارس المرمى بينزل معاه ورقه، في اللي بيحطها في الشنكار بتاعه، في اللي بيحطها بيكتبها على الازازه، في اللي بيحطها جوه الفوطه بتاعته الورقه، وبيحفظوها صم، وبينزلوا ويشوفوا الرقم الفانيلا وبيتذكروا اللاعب ده بيسدد فين، وده امر طبيعي وامر متعارف عليها يعني عالميا يعني. امر يعني طبعا مش جديده، بس واقعه طريفه وجميله. اقول لك يا كابتن زيف، اتفضل يا كابتن زيف. سامعك. هي الحقيقه الورقه يظهر كان فيها تيل. هنعرف اشتغل، هنعرف هنعرف من الحضري، هنعرف من الحضري ما تقلقش، هنعرف من الحضري. رايك في اداء رمضان صبحي امبارح؟ رمضان صبحي لعيب كبير طبعا وبيعرف يقف على الكوره وبتاع، لكن امبارح يعني انا تقييمي الشخصي انه لم يختبر اختبار جدي. يعني هو لعب في فتره مهمه وحساسه، بس ما اعتبرش يعني ما قدمش كل اوراق اعتماده. ما قدمش كل اوراق اعتماده. من وجهه نظرك يا استاذ علاء، مين امبارح نجم المباراه؟ اول امبارح نجم المباراه؟ انا عايز اتكلم بس رمضان صبحي. رمضان صبحي لحد دلوقتي يا كابتن سيف واضح تماما انه فاقد الثقه في نفسه. واضح ان رمضان صبحي لحد دلوقتي يعني لسه متاثر جدا جدا بمساله انتقاله والضغوط اللي تعرض ليها. رمضان صبحي بجد مش هو رمضان صبحي اللي نعرفه. اللاعب فقد الثقه في نفسه بشكل كبير جدا، الانصرافات بتاعته اللي حصلت حاجه فيه. نعم معلش، صعب قوي. ايه فقد الثقه في نفسه؟ ده لاعب معتمد عليه. لا مش هو ده، مش ده رمضان صبحي اللي احنا عارفينه. لا 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 لا، مش ده رمضان صبحي. لا يعني ده اللي حصل رمضان صبحي يعني. الناس كلها لما رمضان صبحي نزل امبارح، الناس كلها فرحت جدا بالتغيير ده. كل الجماهير كانت مبسوطه قوي بالتغيير ده. رمضان صبحي ده لعيب قوي جدا، لعيب له قوه بدنيه غير عاديه، لعيب كان ممكن يسحب منتخب مصر، وبالفعل كان ممكن رمضان صبحي يبقى بطل. اللقطه الاخيره في المباراه في التمريره السحريه اللي عملها في اخر لقطه في المباراه، رمضان صبحي كان هو البطل بتاعها. صح. ورمضان صبحي كان يعني رمضان صبحي في حالته الطبيعيه بيعمل الكوره دي خمس ست سبع مرات. بس هو استاذ علاء عملها رائعه بصراحه. يعني هو المهاجمين دول لو سبقوا بس لو انا بقول لحضرتك يعني لو كان يعني كان حصل توفيق كان يبقى هو بطل اللقطه الاخيره في المباراه. صح. يعني بس هو ادى مباراه كويسه برضه الحقيقه. هو بطل وهو لعيب كبير يا كابتن سيف. يا كابتن سيف هو بطل وهو لعيب كبير وادى بشكل جيد، لكن احنا عايزين من رمضان صبحي احسن من كده. لكن الفكره مش عايزين نقعد نقول اصل فقد مش عارف، ما فقدش حاجه. هو لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب اعتمد عليه في المنتخب. انت يا استاذ عمرو، انت يا استاذ عمرو كده بتتجاوز مع الاسطوره. لا الاسطوره يعني هو بيقول حاجه يعني حتى في الزوم بيتجاوز يعني. انا لو سمحت يا كابتن سيف، لو سمحت حضرتك لازم تكون عدل في الموضوع. ما انا عدل اهو، ده انتوا في اخر الدنيا. رمضان صبحي لما نيجي نتكلم عنه، نتكلم عنه من زاويه ان هو ساب الاهلي ففقد مش عارف ايه. لا لا لا، احنا دلوقتي يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، احنا دلوقتي يا استاذ عمرو، استاذ علاء، احنا دلوقتي نتحدث عن المنتخب الوطني. منتخب هو ده، هو ده يعني هو لاعب في منتخب مصر. هو يعني ده انت يا عمرو عملت يعني، انت يا عمرو ابتديت الحلقه قعدت ربع ساعه تديها موعظه حسنه ابو جبل ومش عارف حته اولى لما اجي اقول وجهه نظر الفنيه. رمضان صبحي لعيب كبير، لعيب كبير، لكن رمضان صبحي لحد دلوقتي لسه ما قدرش يرجع. رمضان صبحي اللي كان في الاهلي. ايوه نتمنى يا استاذ علاء، استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، استاذ علاء، احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يرجع على نفس مستوى يكسر الدنيا.